قبل ما تروح للتيك توك من زمان انت كنت بتعمل ايه في حياتك؟ يعني انت هنعرف دلوقتي انت دخلت التيك توك ازاي وبدأته منين وحصل ايه، لكن انت كنت بتعمل ايه في حياتك قبل التيك توك؟ كنت شغال زي اي حد في الدنيا عادي. بتشتغل ايه؟ اشتغلت في مطبعة، واشتغلت مكواجي، واشتغلت مصنع ملابس، واشتغلت ميكانيكي يعني ما اتكسفتش؟ لا انت على فكره بص شيكا بيضحك بس انت بالعكس. لا والله انا عمري عادي عادي نبقى فخورين بيك. انا كنت شغال في مستشفى النزهه الدولي اللي في شيراتون، النزهه الدولي كنت شغال عامل نظافه. طب برافو عليك ان انت مش مكسوف. يعني لما نجحت في الشغلانه اللي انا فيها نقلوني التعقيم، بعد كده طلعت مساعد في العمليات يعني كويس. حتى في نفس المستشفى. ايوه حد ما ربنا كرم بقى وعملت تيك توك انا واصحابي واتعرفت على دوت وديت عملنا جروب وكمان. بس احنا نعرف بعض من قبل التيك توك. انتوا اصحاب اصلا من قبل التيك توك؟ عرفنا بعض الفرح. تعرفنا بعض الفرح. بقى انتوا جيران اكيد واصحاب من زمان يعني. بقى لكم كام سنه اصحاب بقى؟ بتاع 9 سنين. 9 سنين؟ والله زهقت منه اقسم. لا ربنا يخليكم لبعض. بس ثواني، انت قلت حاجه مهمه جدا انا لازم اتوقف عندها. ايه هي بقى؟ انت قلت انا اشتغلت ميكانيكي واشتغلت في مستشفى واشتغلت مطبعه ومكواجي وما كسفتش. يعني انت دي اقوى رساله ممكن توجهها للشباب اللي تقول لك لا انا ما اشتغلش، لا الشغل مش عيب. بص انت فين وقاعد فين، والناس دلوقتي يعني ربنا يزيدك انت قد ايه بيحبوك وفي قبول رهيب من الناس وجالك متابعين. انا مش لازم اقول بقى عشان ما انت بتقول الحاجات دي بتتنازل اهو، مش هقول كام خلاص. لكن بص انت وصلت لايه، عندك هدف وصلت له وما كسفتش وما اخترتش قهوه تقعد عليها ولا وانا مستني اوصل من غير ما اشتغل.